السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بنسمع اليومين دول عن الكولاجين وعن حقن الكولاجين وأدوية الكولاجين. هقول لك شوية معلومات عن الكولاجين ناس كتيرة ما تعرفهاش، وكمان عن أهم المصادر الطبيعية للكولاجين وإيه هي الحاجات الطبيعية اللي بتأثر في تكوين الكولاجين وبتزود تكوين الكولاجين. الكولاجين ده عبارة عن بروتين ليفي مهم جدا وأساسي، وبيدخل في تركيب النسيج الضام في جسم الإنسان والحيوان، لأنه بيمثل حوالي 70% من كتلة النسيج ده. أما كولاجين الجلد فبيمثل حوالي 80% من كل الكولاجين الموجود في الجسم، ولو نسبة الكولاجين قلت في الجسم هتسبب حدوث تجاعيد في الوجه وعلامات الشيخوخة. تعرف إن في أكتر من 20 نوع من الكولاجين اللي بتشتغل مع بعضها علشان تربط الأنسجة بالهيكل العظمي، وهي السبب في مرونة وقوة أجسام الكائنات الحية. الكولاجين بيتكون في الخلية الليفية اللي هي الفايبروبلاست في جسم الإنسان. الكولاجين في جسم الإنسان بيتكون من مجموعة سلاسل بيبتيدية وفيها أحماض أمينية زي الجلايسين والبرولين والهيدروكسي برولين. الكولاجين مركب حيوي جدا لأنه بيدخل في كتير من الصناعات زي الجيلاتين ومستحضرات التجميل والكريمات اللي بتعالج مشاكل الجلد والجروح. دول كتير بتستخدم جلود الخنازير لإنتاج الكولاجين، وده بيمثل حوالي نص كمية الإنتاج العالمي من الكولاجين. وطبعا النوع ده مش بينصح بيه لحرمة لحوم الخنازير، وكمان ممكن يسبب بعض الأمراض. كمان ممكن نستخدم جلود وعظام البقر وهي المصدر الثاني الأساسي، وممكن كمان نستخدم الأسماك وجلود الأغنام والدجاج لإنتاج الكولاجين. تعرف إن مع تقدم العمر بيقل إنتاج الكولاجين في الجسم، وده اللي بيتسبب في ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة والمشاكل الجلدية ومشاكل في المفاصل. طب إيه هي أهم المصادر الطبيعية للكولاجين؟ يعني أنا ممكن ألاقي الكولاجين فين؟ أحصل على الكولاجين إزاي؟ هقول لك على أهم 10 مصادر طبيعية للكولاجين. أول حاجة منتجات فول الصويا زي حليب الصويا، لأنه غني جدا بمادة الجينستين اللي بتحفز إنتاج الكولاجين وكمان بتقلل علامات الشيخوخة على الجلد. تاني حاجة الخضروات الخضراء زي الكرنب والكرفس والسبانخ والبروكلي، لأنها غنية بمضادات الأكسدة. تالت حاجة الخضروات الحمراء والفواكه الحمراء زي الشمندر والطماطم والفراولة والبطاطا والفلفل الأحمر، لأنها غنية بمضادات الأكسدة. رابع حاجة الأسماك زي التونة والسلمون، عشان غنية بالأوميجا 3 اللي بيحمي الجلد ويحافظ على مرونته ونضارته وبيحفز على إنتاج الكولاجين. خامس حاجة الفواكه الغنية بفيتامين سي اللي هي الحمضيات زي البرتقال والليمون والجريب فروت، لأن فيتامين سي بيحفز على إنتاج الكولاجين. سادس حاجة التوت، لأنه بيزود إنتاج الكولاجين في الجسم وبيخلص الجسم من المواد المؤكسدة اللي بيسموها الجذور الحرة، عشان كده غني بمضادات الأكسدة. سابع حاجة مرقة العظام والنخاع اللي هي شوربة العظام، يعني غني جدا بالكولاجين وفيتامين ب. تامن حاجة لحم الدجاج، لأنه بيحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية اللي بيحتاجها الجسم عشان يزود إنتاج الكولاجين. تاسع حاجة بياض البيض، لأنه غني بالجلايسين والبرولين وهم المكونات الأساسية للكولاجين. عاشر حاجة الكاجو، لأنه غني بالزنك والنحاس وهم من المكونات الضرورية لتكوين الكولاجين. طيب هي إيه المصادر الطبيعية اللي بتعزز إنتاج الكولاجين؟ هقولك على أهم 4 مصادر طبيعية بتعزز إنتاج الكولاجين في جسمك. أول حاجة التوم، لأنه غني بالكبريت وبعض الأحماض الطبيعية اللي بتعالج تلف البشرة وتعزز إنتاج الكولاجين في البشرة. تاني حاجة بذور الكتان، لأنه غني بالأوميجا 3، والأوميجا 3 بيزود طبقة دهنية بتحوط بالخلايا، وزيادة الدهون دي في خلايا البشرة بتقلل وتمنع ظهور التجاعيد. تالت حاجة الكزبرة، لأنها غنية بحمض اللينولينك وهو مضاد الأكسدة القوية اللي بتحارب الجذور الحرة، فتحسن البشرة وتقلل ظهور التجاعيد والشيخوخة. رابع حاجة الفول، لأنه غني بحمض الهيلورونيك اللي بيساعد في إنتاج الكولاجين وامتصاص السوائل والمحافظة على ليونة الأنسجة ونضارة البشرة. كده يبقى احنا عرفنا أهم المعلومات عن الكولاجين وأهم المصادر الطبيعية للكولاجين وأهم المصادر الطبيعية اللي بتعزز إنتاج الكولاجين. أتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك، ولو عجبك أفادك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. لو عندك أي سؤال أو استفسار بخصوص الموضوع اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو وإحنا هنرد عليك. أتمنى ليكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري راحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.